قرب اختتمت بطولة المحافظة الأولى في لعبة الووشو كونغ فو المفتوحة بمشاركة 40 لاعبا من الفئات العمرية الشباب والناشئين والبراعم. وفي ختام البطولة استعرضت الفرق المشاركة المهارات القتالية التي تلقتها خلال التدريب، كون البطولة هي الأولى في مارب. كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحسب الأوزان التي ضمتها منافسة البطولة. في بطولتهم اليوم نشدد على تطور نشاط الشباب في محافظة مارب، وسنظل في السلطة المحلية داعمين لكل الفعاليات الرياضية لخدمة شبابنا ومستقبلهم الزاهر بإذن الله. اليوم نختتم بطولة الكونغ فو في محافظة مارب، وهي المحافظة وهي الآن تعتبر البطولة الأولى لهذه اللعبة، والتي أسست وأجريت لها العديد من الفعاليات قبل بدء البطولة. سعداء اليوم بأن نختتمها اليوم، وتم تكريم اليوم المبرزين في هذه اللعبة الشيقة.